بما إنك ابتديت رحلة الهيلثي لايف، يبقى لازم تتخلى عن مخك القديم بكل معتقداته التخينة وتبدله بمخ جديد خفيف ولذيذ وملون وبيحب الحياة. برافو عليك. وعلشان نقدر نقول فعلا إن اللي فات مات، لازم تبتدي تغير العادات. وفي الطريق للصحة والسعادة لازم نعيش بصحة وسعادة. يعني مثلا تنزل تدلع نفسك بلبس جديد وما تستناش لما تخس، تاكل وتستمتع بالأكل، مش لازم كله مسلوق وتونة وبس، تاكل من برا وجوه البيت وما تحرمش نفسك وتأفور، اتصور وحب الدنيا. احنا قلنا ان اللي فات مات، ومن النهاردة هنغير العادات. هتاخد وقت وهتقع وتقوم، بس في الآخر تستاهل لأنك تستاهل. لو عايز تعرف أكتر إزاي تبعد عن الكلكعة وتستمتع بحياتك الصحية، ادخل على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستجرام واليوتيوب. خلي الصحة والسعادة عادة يا عمي، دي ملهاش إعادة.